فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التخلص من المال المشبوه بسداد ديون السجناء والعاجزين عن السداد؟ المشبوه ما أدري وش الشبهة دي. التخلص من المال الحرام اللي يعلم أنه حرام تخلص منه، أما مجرد الشبهة ما يجب عليه التخلص من ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.